النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. تحرك المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين وأدى إلى سقوط كميات جيدة من الأمطار في مختلف مناطق المملكة. أعلى كمية هطول كانت في منطقة البلقاء 41 ملم، وهذه هي كمية الأمطار المسجلة منذ الصباح يوم الجمعة وحتى الساعة 8 من صباح اليوم الأحد 5/1/2020. أعلى كمية هطول كانت في البلقاء 41 ملم، وفي عجلون 24 ملم، إربد حوالي 8 ملم، جرش 12، غرب عمان 28 ملم، وشرق عمان 10 ملم، والطفيل 16، بينما الكرك 23 ملم، ومنطقة معان حوالي 8 ملم، والمفرق والزرقاء 4 ملم. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، ومع تحرك المنخفض الجوي إلى شمال العراق وتناقص كميات الغيوم، فإن الأجواء هذه الليلة ستكون صافية وباردة جدا، ودرجات الحرارة متدنية وقريبة من الصفر المئوي، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 3 درجات مئوية، بينما الصغرى الملموسة هي درجة واحدة تحت الصفر المئوي، وبالتالي لا يستبعد من حدوث الانجماد والصقيع خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية والسهول الشرقية والجنوبية من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين تتأثر المملكة بجبهة هوائية دافئة. هذه الجبهة الهوائية الدافئة موجودة في مقدمة منخفض جوي بدأ يتشكل بعد ظهر هذا اليوم حول الجزر اليونانية ويتحرك ببطء باتجاه الشرق، وبالتالي ستتأثر المملكة يوم الاثنين بهذه الجبهة الهوائية الدافئة الموجودة في مقدمة هذا المنخفض الجوي، وبالتالي يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، استقرار على الأجواء، تظهر بعض السحب العالية، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين بحدود 11-12 درجة مئوية، وهي قريبة تقريبا من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، والأجواء أثناء الليل باردة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 5 درجات مئوية. يوم الثلاثاء، ومع اقتراب المنخفض الجوي باتجاه منطقة شرق البحر المتوسط، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بداية للانخفاض التدريجي، ودرجة الأجواء بتكون يوم الثلاثاء غائمة جزئيا، باردة نسبيا، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 9 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء ليلا بعد العصر وبالليل مع اقتراب المنخفض الجوي أكثر فأكثر، تنشط الرياح السطحية وتتكاثر الغيوم في المناطق الشمالية، تسقط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وتمتد تدريجيا يوم الأربعاء وخاصة بعد ظهر يوم الأربعاء لتشمل معظم مناطق المملكة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة يوم ليلة الثلاثاء أو الثلاثاء ليلا هي 4 درجات مئوية. يوم الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث تتأثر المملكة بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة التي تندفع خلف هذا المنخفض الجوي، وهذا يؤدي إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله على فترات، والعظمى المتوقعة 6 درجات مئوية، والأجواء أثناء الليل أيضا باردة وغائمة وماطرة، والصغرى يوم الأربعاء ليلا بتكون بحدود 4 درجات مئوية.
وبتستمر الأجواء باردة يومي الخميس والجمعة، باردة وغائمة وماطرة بإذن الله على فترات. وملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، أول شيء زي ما حكينا ارتفاع واضح على درجات الحرارة يوم الاثنين، ويتكون منخفض جوي أو بدأ بالتكون منخفض جوي جديد وكتلة هوائية باردة يبدأ تأثيرهما على المملكة من مساء يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. بعد ظهر يوم الأربعاء بيكون تأثيرهم واضح، ومساء يوم الأربعاء بيكون تأثيرهم واضح على أجزاء كبيرة من المملكة، وبتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة، وهناك أمطار اعتبار مساء يوم الثلاثاء تبدأ في المناطق الشمالية تمتد وتنتشر تدريجيا يوم الأربعاء لتشمل بإذن الله معظم مناطق المملكة. أعزائي المشاهدين، من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء.